السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم نحضر معكم القيمات البشريه. بالنسبه للمقادير عندنا نصف كوب من الحليب بودر، ربع كوب من الزيت النباتي، كاس ماء دافي، عندنا كاسين ونصف من الدقيق الابيض، ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، ملعقه كبيره من السكر، وعندنا قبصه ملح، وعندنا ملعقه كبيره من خميره البيكنج باودر اللي هي خميره الحلويات. عندنا هنايا الجبن مربع، عندنا شعريه باكستانيه، خاصكم تشريو هي المحمصه، اذا ما كانتش محمصه خذوا الاخرى وحمصوها. عندنا الحليب ونسلي والكراميل التزيين. اول حاجه غنبداو بالنواشف، نزلو الدقيق هو الاول، جوج كيسان ونص، معلقه السكر، الملح وخميره الحلويات، خميره فوريه، حليب بودر. غادي نحركوهم، ينسجموا مزيان، من بعد غادي نضيفو كاس ماء دافي وربع كوب من الزيت، خاصكم نفس الكاس اللي عبرتو به الدقيق تعبروا به كلشي. غادي نعجنها ونرجع معكم. كتجي العجينه على هذا الشكل، صافي كنديروا لها السلوفان ونخليوها كتخمر ساعه، من بعد نرجع معكم. ساعه فاش خمرت لينا العجينه كما كتشوفوا، غنحتاجوا هنا للجبن. غتجيبوا صينيه باش تحطوا فيها العجينه، غتهزوا شويه صافي كنديروا هكا. خاصكم تجمعوها مزيان، تجيكم على شكل كرة. من بعد ما كنكوروهم على هذا الشكل، كنشدو اول وحده حطينا هي هذه، نحطوها في الحليب. من بعد فاش كتغطسوها في الحليب ديروها في الشعريه. من بعد الشعرية من بعد كتقليوها،
خصكمش يعني خصكم تكونوا كلهم مسالينهم بحال هكا انا درتهم كلهم مساليتهم عاد بديت كنقلي حيت الا مشيتو حتى خليتوهم يعني تكسات تصاوبي وديري غادي تحرقيهم وما غاديش يطيبوا لكم مزيان. صدقوني هاد الوصفه تجي رائعه جربوها ممكن ديروا حتى الكراميل. هادشي على هاد الشكل